الو دقيقه هذا عندي يحكي بالتليفون. هذا جهاز جديد اشتريته على مود اسوي اسعار. حبايبي صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ هذا جهاز ماركت برادار، جهاز يسوي اسعار، تمام؟ طلبت عني من الكوفلاند. الاخر مره من جونا كنترول قالوا لازم انه خلي اسعار بشكل يعني مرتب، مو احنا كاتبيها بديني. فعندهم مثل الملفات شايليها بديهم، هم يعلموك شلون. اهم شيء الاشياء اللي عليها الفاند يعني مثل البطل مرسوم عليه هاي العلامه مال الترجيع، هذا الفاند لازم ينكتب ويا السعر. هسه اليوم انا طلبت هذا، اليوم وصلني، شكلت هذه، شوفوا البكره مالته هنا تتشكل، الاتجاه مال السهم يكون من هنا، وهنا هذا الزر مال الشحن خليته اني هسه على الكهرباء انتظره يشحن. شوفوا شعل هذا اللون. الله اكبر الله اكبر. اسفه حبايبي، انتظرت الاذان يخلص وارجع اكمل الفيديو. طبعا منا هذا المقاس اللي هو يقطع لي وين انتو تريدون، وهذا اللي هو راح يسوي الطباعه بيه. طبعا الجهاز بمخرجين، يعني شوفوا هذا يشكل على الحاسبة شلون انت تكتب وترتب الكلمة شلون انت تريدها، وهذا الواير الثاني يربط على الكهرباء على مود ياخذ شحن. كل شغلته بسيطة، بس اهم شيء ان نسوي الليبل، ايش قد القياس، ايش قد الحجم، الحجم الخط يكون كبير صغير، يعني ما يراد له شيء، بس اشحنه واروح للمحل راح اني اصور لكم فيديو عليه. طبعا السعر مالته صار ب77 ويا اجور الشحن، اي 77 يورو. اليوم هو فرصة جديدة لبداية رائعة مليئة بالإنجازات. احتصرت من البيت، اليوم تعبت، سويت تعزيلات وتنظيف على الملابس مالتي، غرفة الملابس كلها صفطتها، رتبت هواية شغلات عندي بالبيت. الحمد لله والشكر هسه مرتاحة نفسيا. خليني اطلع شوية اتمشى، بعد وقت عن الفطور تقريبا بعد 3 ساعات، شوية اشرب هواء طيب، مع العلم الهواء كلش عالي. حبايبي جيت اشتريت دجاج شوي، وهسه رايحة للرزمان، محتاجة كم شغلة. اشتريت دجاج ومعجون وشنو النوب والله وبتيتا. هسه راح اروح للرزمان، محتاجة كم شغلة، صابون وهيج سوالف. هذه هواي شغلات محتاجة مثل هذني المنظمات البوكسات، بس بصراحة ماكو وقت. هذه كلش حلوة، هذه وهذني لونها الوردي كلش حلو. هذا الكولكشن اللي مسويه هنا أنا، ميبيلين ولوريال. هذه القياسات ام اجى صغير علي، يعني لازم قياس لارج، بس لارج ماكو. هذا كلش حلو، هذا يجي على قدي قياسه لارج، هذا حلو. على طول دائما اقول المنتجات مال الروزمان كلش احسن من الدي ام، حتى الكواليتي مالتهم. حبيبي خلصت التسوق مالتي هسه وارجع للبيت احضر الفطور. حبايبي تمطر كلش قوي،
ما جايبه المظله مالتي. لابسه بس هذا القبع، لازم هسه ملابسي كلها اغسلها. بللت كل ملابسي. كلش ارتاحت لما طلعت تمشيت. يعني حبايبي انا ما اقدر اظل قاعده بالبيت، لازم احرك نفسي. بس اليوم ما طلعت الصباح، طبعا طفى التليفون. هسه بلشت اقلي شويه كباب مع الطاوه عروق. شوفوا حبايبي، يعني هيك اسويه تفريزات واخذ من عنده شويه شويه، يطلع فريش وكلش طيب. وهنا أنا عندي تشغيل دجاج من البارحه وشوربه، هذه هسه سويتها قبل شويه، سويتها الصباح. وهنا نص دجاجه بعدني ما محمرتها زايد، يعني بس يجي عدنان احمرها يعني بعد اكثر. هسه نص استواء. نقعت رز شويه قليل وراح ابدي اسوي سلطه. حبايبي سويت معقول مال بطيخ البارحه، سويت النص الثاني السحر نبي، واليوم سويته ويا الفطور. وسويت سلطه هيجي، لانه بما انه احنا مقلين عروق مال طاوله ما راح اسوي سلطه ناعمه. من اسويها ناعمه ما ياكلها عدنان، ما اعرف شنو السبب. وهذا اللبن كلش طيب، هذا اللبن ناخذه من المحلات التركيه، عيران تركي. واكيد ما ننسى التمر. حبايبي طبيت سبحت وارتاحت، احس هسه جسمي كلش خفيف. طبعا يمني هسه اذن، بعد دقيقتين يوصل عدنان. محضره كل الاكل وهويت البيت وبخرته، لانه تعرفون ريحه الطبخ وهالسوالف، وهاي حتى ريحه الطبخ تلزق بالملابس. فغسلت اليوم ملابسي كلها، لانه اصلا من طلعت كانت الدنيا مطر، وهيك يعني شلون ترطبت الملابس، من تترطب الملابس تحسون يعني مثل اللي تخم، تصير ريحتها ما طيبه. هذا طبعا اخذه من الروزمان، كلش ريحته طيبه بشكل. بخبخنا وين هنا العطور؟ شوي واحد يتروش. تعالوا خلينا نصب الفطور. صبيت التمن بس شوية أشربه. نصب الشوربة. هذا بصل من الكرمل. حبايبي طبعا فطرت على هذا العصير، كلش طيب. هذا مخصص للأطفال، أخذ من الكوفلاند، أب 5 مونات، يعني من 5 أشهر وفوق. نهائي ما بي، طبعا هو بيو زافت، من زائد مينيرال فازا، يعني مياه غازية شوية بي. طبعا بدون سكريات، مكتوب عليه هنا ونا سكا سوزات، يعني ما يحتوي على أي سكريات. طيب بشكل يعني كلش عجبني أني، لأنه ما بي حلا. حبايبي خلاص الفطور، هذا فطورنا اليوم، والحمد لله والشكر على النعمة. شلون محمصة تحمص؟